الحقيقة هم كلموني مثلا يمكن شهر 12، وده كان بالنسبة لي وقت أنا بشتغل في حاجات كتير، فكان ردي رد فعلي على طول، قلت لهم أندريا رايتر، أنا عارفة اللي أعرفه أنه مفيش معلومات عنه. الأهم بقى من أنه نكتب عن شخص أنه المجال ده مجال فيه من الغموض أو الشيء المجهول أكتر من المعروف. يعني إحنا نعرف أندريا، يعني أنا لك أن تتخيلي أن أنا عرفت أندريا رايتر من لاعب الجودو أكتر من الموسيقيين. الموسيقيين عندهم قصص وحكاوي كتير مختلفة متفاوتة، أغلبها غير دقيق وغير صحيح، سواء في ميلاده، وفاته، اتولد فين، اتعلم فين، كل واحد بقصة، عاش فين، كان في أي مكان. يعني هو مش أديب منغلق على ذاته، ده هو في صناعة السينما وفي صناعة الأغاني، يعني هو مع أكيد في المكان ده في مصورين، إزاي مش لاقين له صورة؟ الصور عنده قليلة جدا، وأكيد هتاخدي بالك إن الكتاب الصور فيها جودتها مش كويس، لأن مثلا في صور جبناها من على اليوتيوب، في صور ما فيش حد مقتني، ما فيش أرشيف ترجع له. فدي ملحوظة حسستني قد إيه لازم نفتح هذا الملف. وبشكر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لاهتمام وفتح ملفات لناس ساهموا في الصناعة ورواد في صناعة السينما، مش لازم يكونوا المخرج ولا الممثل، دول هم أحد أسباب مهمة في النجاح. فدي كانت تجربتي مع أندريا رايدر اللي قضيتها قلقة جدا لأن مش لاقية ماتيريال كافي، وفي نفس الوقت شغوفة جدا بكل معلومة بوصل لها. يعني